الغناء والجيتار والرقص والتصفيق أساسية هذا الفن الإسباني الذي أنشئ في الأندلس قبل حوالي 8 قرون. يجمع بين الموسيقى العربية والأوروبية مع المؤثرات الموسيقية التي جلبها الغجر معهم من الهند، لتخرج في قالب موسيقي بمختلف الأعراق وتعدد الهويات. موسيقى الفلامينكو هي موسيقى أندلسية وخليط من الثقافات الأخرى، ولها أبعاد إسلامية لأنها حصيلة التعايش في الأندلس، وهي طريقة يعبر بها الأندلسيون عن مشاعرهم. وقد لاحظت أن الجمهور المغربي معجب بفن الفلامينكو. تعابير وملامح الراقصة الإسبانية تدل على الشجن والشكوى، وبمصاحبة الأغنية التي يؤديها مانويل فإنها تحكي عن الظلم الاجتماعي والبؤس الذي عاشه الفلاحون الموريسكيون حين سلبت منهم أراضيهم. وحسب الدراسات فإن الغجر ساهموا ولعبوا دورا هاما في تطور الفلامينكو. ارتبط فن الفلامينكو بالغجر فكان مهمشاً، وفي أواخر القرن العشرين شهد فترة مهمة من خلال الاستعراضات الفنية في المسارح، فتطور وشق طريقه نحو الغرب لترتفع حناجره وإيقاعاته ورقصاته وينتشر عالمياً. إكرام الأزرق، قناة الغد، الرباط.